هل يكفي الاتصال بوحده لم الشمل من خلال التليفون، ولا لازم الطرفين يكونوا موجودين وفي حد من دار الافتاء قاعد معاهم بيتكلم معاهم عشان يكون عنده التصور الكامل للمشاكل اللي حاصله مش لمجرد مواقف بتتحكي؟ طيب، هي الوحده ليها كذا طريقه للتواصل. ممكن التواصل من خلال رقم مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه الخط الساخن 19906، وبعد ما بيتصل وبيملى استماره او حاجه زي كده بيتم تحديد موعد بحضور الزوج والزوجه، او لو في اطراف كمان اكتر من الزوج والزوجه بيحضروا، وبيتشكل ليهم لجنه الاستماع ومحاوله تقريب وجهات النظر بينهم. وممكن في بعض الحالات او في حالات كتيره حد من الزوجين مش عايز يجي ومش عايز يحضر، فالازهر الشريف بيشكل لجنه بتروح له في المكان اللي هو فيه، يعني سواء هو للطرف اللي مش عايز يجي، يعني للطرف المعترض على ان هو يحضر. نعم، او يعني اذا كان ايسر لي يبقى اللقاء في مكان تاني، الوحده بتوفر ان اعضاء اللجنه دول ممكن يتحركوا خارج المركز او خارج مقرات المركز ويروحوا للمكان اللي موجود في الوحده. وفي ابلكيشن ممكن يتملى من الموقع الخاص بالمركز، في البيانات برضو بيتم التواصل بنفس الطريقه، تحديد موعد ومكان معين للقاء الاطراف ان شاء الله.